ريوب يا مصب ريوب عطني صبر أيوب يا مصب ريوب عطني صبر أيوب وإن كان به زود زدني وأتصبر عقلي على صوب وفؤادي على صوب وما عندي علوم ينقلها المخبر وزريت عن كثرة الأحلام لا توب والمقابل الياس أزريته أتجبر ماني بمتعود إلا أكون مهيوب ولا هاب إلا ورا المذن لكبر ومن يوم قل الصبر يدوب يدوب أقرأ تعابير وجهي ثم عبر شيء مع الناس له قيمة ومحسوب وشيء مثل قيمة الطرسة المغبر اللي يعرفون بإني شخص موهوب ما فيهم المستشك ولا المدبر واللي عليهم خيال العين منصوب مثل الكهل ما ترى إلا بل مكبر ولو مدري إن كل شيء يصير مكتوب لكتب على خدي الصورة تعبر. جميل جميل جميل، لكن في ملحم